تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، ندقق، نبحث ونتأمل. كنا اتفقنا أو قلنا قبل كده أنه نخصص حلقة باعتبارنا بنغطي أعمال موسيقارنا الراحل أستاذ محمد عبد الوهاب، وبرضه على السيرة يعني معلش في جوابات قالت مش انت زودتها شوية، يعني انت غطيت وعملت تغطية كافية، وكان ممكن انه ده يتم في حلقات متعددة مع بقية ما يقدم في البرنامج او من اعمال المؤلفين والملحنين الاخرين ولمطربين اخرين. الحقيقة انا مش شايف انه ده كفاية، يعني انا شايف ان ينبغي تكريما للرجل وتكريما للريادة وتكريما للموهبة وتكريما لحق ده كله علينا ان احنا نكمل هذا المشوار مع استاذنا كلنا، استاذ كل الاجيال اللي حضرها وعاصرها لحد الجيل الحالي، ويمكن اجيال كتيرة ستأتي بعد كده. فالحقيقة مش شايف انه حتى ده يوفي حقه، وانما هو نقطة ضوء صغيرة جدا مش بس يستحقها، لا الحقيقة وقفة تستاهل ان احنا نوقفها ونبص نشوف احنا كنا عايشين في عصر شكله ايه وفي مين وحصل فيه ايه من خلال اعمال محمد عبد الوهاب. اصدقائي، اخترت من اعماله الطوال قصيدة الكرنك، واختياري للكرنك الحقيقة لا يقلل من شأن الاخريات من اعمال موسيقار محمد عبد الوهاب، كلهم حلوين قوي، وإنما هو اختيار ذاتي جدا لأنه الكرنك من أقربهم لنفسي، ولأنها تحمل لي شخصيا ذكريات طفولة كتيرة. هذه الأغنية كنت أرهبها وأنا طفل، كان فيها قدر من الجلال والرهبة بيخوفني بجد، بخاف منها كنت وأنا طفل، وكان فيها جزء يبكيني طفلا، الجزء اللي بيقول فيه أين يا أطلال، المقدمة الموسيقية اللي قبله، وده هنتكلم فيه دلوقتي يعني جاي الكلام فيه. لكن كنت أما أوصل عند الحتة دي كطفل كنت لازم أبكي، ونما حب شديد بيني وبين هذه الأغنية يلازمني حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها، وأعتقد أنه هيلازمني بقية حياتي. إذن هو اختيار سببه ذاتي جدا، مش سببه ان الكرنك احسن مع عمله محمد عبد الوهاب، لانه صعب جدا ان احنا نقول في اغانيه الطويله مين الاحسن، الكرنك ولا الجندول ولا الحبيب المجهول ولا همسه حائره ولا عاشق الروح ولا حياتي انت ولا ايه. من هنا ابتدي معاكم الكلام عن الكرنك. الكرنك طبعا معروف، معبد الكرنك. اذا هناك في اول الكلام تواجد اجباري للجو الفرعوني داخل القصيدة. جميل. نمرة 2، الكتابة بالشعر العربي كقصيدة يعني، وهنا برضو
في ما يدعو لرصانة لحنية وجدية لحنية. نمرة ثلاثة، القصيدة كلها مكتوبة فيما قد نسميه بالريفري أو بالحلم، وهو حلم يقظة في غالب الأمر، ما هوش حلم نوم يعني. ومن أول القصيدة الشاعر بيقول هذا الكلام، ده بيغلف الجو العام بشكل رومانسي، معالمه واضحة جدا على اللحن. نمرة أربعة، هذه القصيدة من أكثر قصائد عبد الوهاب تعبيرية، ومن أكثرها بحثا عن الكلمة ومعناها. يعني مثلا نضرب مثال صغير كده، وهفة، أول ما بتيجي كلمة هفة دي فبنشوف الكمانجات بتعمل حركة اسمها تريمولو أو ترعيش بالقوس على الوتر. هذه الحركة بتدي مع كلمة هفة إحساس بالرغبة الشديدة، بالحماس، حتى بالحركة أكاد أقول. على مدى أغنية الكرنك هنلاحظ هذا الكلام، برضو في الجزء الأخير هنلاحظ من أول ذلك الطائر مخضوب الجناح يسهد الليل بآيات الصباح، هنلاحظ أنه المزيكا نشطت. على العموم مش عايزين نسبق الأحداث، وتعالوا نبتدي مع الكرنك حتى حتى. طبعا كلنا سمعنا الكرنك كتير، ومش هتزعلوا قوي لو قطعنا داخل الأغنية أو قسمنا الأغنية إلى مناطق تحليلية تسهل علينا هذه المهمة الصعبة. يلا ربنا يقدرنا. بتبتدي الكرنك بالأوركسترا كامل، وهنا الأوركسترا برضو على فكرة تاريخ تسجيل الأغنية مكتوب على الشريط، وده من المفاجآت الظريفة، تاريخ 7 يناير 1941، يعني 50 سنة من النهاردة، ونقول 6 أشهر تقريبا، 50 سنة ونص. من 50 سنة ونص الراجل ده بيفكر بالشكل ده، يعني برضو تتحسب له. لو بصينا شوية ودققنا شوية هنلاقي انه اللي بنقوله دلوقتي ده هو فكر فيه من 50 سنة، وان ما كانش فكر فيه فعمله بفطرته من 50 سنة، وفي الحالتين الحسبة بتاعته معاه. إذن بنبدأ بجملة أوركسترالية، وهنا كلمة أوركسترالية الحقيقة زي ما قلنا في الحلقات السابقة إنه ما كانش فيه أوركسترا بالمعنى الكبير للكلمة، يعني كل الملاحظ هم آلات الوتريات، ومنها وفيها نقص كبير، يعني كم كمان يمكن 6 7 8 بالكتير المسجلين، وتشيلو مفيش باص. لما بنسمع ايقاع بالباص اللي هو زي بوم بوم بالنغمة، يعني ده بيكون عازف التشيلو عزف بالصباع او بيتزيكاتو، يعني ما بيستعملش القوس في الحالة دي، بيعمل ريتم بصباعه. اذا بنبدأ مع الاوركسترا جملة عريضة ووقفة وقانون ترم، والجملة بتتكرر ووقفة وقانون. ليه؟ لتغليب الجو الحالم، لتغليب الجو الرومانسي. القانون في لما بيعمل خطات صغيرة أو ضربات صغيرة بيدي انطباع بمرور زمن، عامل زي الساعة أو زي دقة القلب أو زي شيء بيدق، شيء بيعدي وبيفوت، انطباع زمني، انطباع في نفس الوقت كمان رومانسي جدا. ثم تفجر أوركسترالي اللي هي جملة دول، كل ده معمول في إطار الحر أو الفالت. يعني إيه؟ يعني إشارة فقط، ومفيش رتم ملعوب، الرتم موجود ولكنه محسوس غير منفذ، الى ان بيجي لنا الريتم بتاعنا اللي هو تم 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 تم، اللي هي عليه الجملة بتاعت ترم 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 تي تا تا را را را. ده جميل. الوحدة الزمنية 4 عدات 4 من 4، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4، ماشيين كده. لكن خلوا بالكم من النقطة بقى، انه شوفوا الغنوة طولها قد ايه. التواجد الريتمي المشاخ لعياه بتاعنا بتاع اليومين دول ده ما كانش مشكلة بالنسبة للملحن، يعني كان ممكن يعمل أجزاء حرة كتير جدا
بمزاجه وبخياله والناس سامعاه ومفيش مشكلة. احنا دلوقتي الواحد فينا لو ريح دقيقة ولا حاجة يقول لك لا الغنوة تنام مني. مش عارف ايامهم يعني كانت الغنوة ما بتنامش ليه، ولا كان المستمع هو اللي كان كده، ولا يعني قضية نناقشها يمكن في وقت تاني في حلقة اخرى، لكن على الاحوال هو ده اللي كان حاصل. طيب، هل غفل محمد عبد الوهاب عن تحقيق الجو الفرعوني؟ الحقيقة لا. صحيح ان المقام اللي بنبدأ منه هو مقام الكرد، لكن خلوا بالكم بقى من الحكاية دي. داخل هذا المقام وعن طريق تجاهل التحويلات الصغيرة النص تون، يعني فكده احنا ما اتكلمنا عن انه في تون كامل اللي هو البعد بين صباعين بيض في البيانو الدو والري مثلا، وقلنا انه الصباع الاسود اللي في وسطهم ده هو نص التون او نص المسافة. طيب، تجاهل انصاص الاتوان خلى عبد الوهاب يخلق داخل مقام الكرد السلم الخماسي اللي كان بيستعمل ايام الفراعنة. اذا نجح من داخل مقام شرقي انه يخلق هذا الجو الفرعوني اللي بنعذره فيه لقلة الاوركسترا، وان كان باين جدا قصده، واضح جدا استعماله للسلم الخماسي داخل مقام الكرد بيوضح جدا رغبته في انه يخلق جو تاريخي، جو زي ما قلنا فرعوني. بتنتهي المقدمة الموسيقية بالتسليم، والتسليم هو مدخل الأغنية، هو الحتة اللي الملحن بيقول للمطرب اتفضل غني، اتفضل قول، يعني بيمهد له، بيوصله لأعلى مراحل السلطنة قبل ما يغني. والتسليم هنا طريقته ظريفة جدا، بتتقال نفس الجملة بتتكرر، صحيح، لكن بتتكرر مرة من فوق ومرة من تحت، يعني مرة من العالي ومرة من القرر، مرة من الحاد ومرة من الغليظ، وثم تكرر مرة تانية تالتة من الغليظ. أصدقائي، نسمع سوا مقدمة الكرنك. الله يا اخي، الله عليك. قبل ما استرسل، اتصور والله جاياني نفس حاله الرهبه اللي دايما بتجيني وانا بسمع الغنوه دي. مش فاهم يعني ايه الواحد ما بيكبرش ولا ايه. كنت عايز اكلمكم على حكايه برضو. ناس كتير بتسالني ليه الوش اللي حاصل مثلا في غنوه زي دي، ايه الموضوع بالظبط. الغنوة دي اولا مسجلة من على مسرح معهد الموسيقى العربية اللي كان في شارع رمسيس، اللي كانوا بيقولوا عليه معهد فؤاد. ثانيا، لازم معلش اخد ولو دقيقة معاكم نتكلم فيها عن
تطور التسجيلات، ماذا حدث؟ ايه الموضوع بالظبط؟ باختصار شديد، هذا النوع من الشرائط كان اسمه شريط الصلب، وكانوا بيقولوا عليه شريط الصلب لانه كان معمول من الصلب بالفعل. كان شريط ضخم جدا، وكانوا عشان يشيلوه يعني لازم جرمق يشتغلوا في الحكاية دي، يعني كان كبير جدا وتقيل لانه من الصلب فتقيل، وكان المونتاج مستعصي جدا عليه طبعا لانه المونتاج بيتم عن طريق القص واللزق، فكان يصعب جدا المونتاج عليه. معرفش اذا كان ممكن يتم مونتاج الكتروني، لكن انا معلوماتي يعني انه كانوا بيضطروا ياخدوا الغنوة تيك واحد او من مرة واحدة على طول ماشيين يعني. الى ان اخترعوا المادة، او يعني اكتشفوا انه ممكن يتعمل شرايط من مادة السليولويد وتغطى ببرادة الحديد اللي يمكن مغناطتها او تغيير شكلها عن طريق المغناطة، بحيث انه في نهاية الامر نحصل او حصلنا على الشريط المعتاد الحالي البكر. طبعا الكلام ده مش عن الكاسيت، الكاسيت يعني تطوير اخر للمسألة لكنها معتمدة على نفس النظرية على اي الاحوال. ده طبعا سهل المهمة وخلى الشريط زي ما انتم شايفينه او عارفين شكله، وفي نفس الوقت ادى الى اختراع فنون زي المونتاج مثلا، والمونتاج فن، وفن جميل قوي اللي الشاطر فيه بيعمل حاجات في منتهى الغرابة يعني. على اي الاحوال ده بس علشان نعرف ايه الموضوع. فلما اتنقل الشريط الصلب، طبعا الاذاعة نقلت كل شرايطها على شرايط النوع الجديد، فلما اتنقل طبعا ما امكنش تفادي هذه الوشة الناتجة من احتكاك الشريط بالهيد بتاعه، شريط الصلب طبعا بالهيد بتاعه، ما امكنش تلافيها. لكنها اتصوروا انه بالرغم من انها يمكن مزعجة شوية، لكن بقى لها نكهة تاريخية، بقت لها ريحة كده. يعني ساعات كنت اقول والله يا ريتني لحقت صوت الشرايط الصلب ده تبقى موجودة في شغلي. بتدي احساس كده بالقدم وبالعراقة زي ما تمشي كده في سيدنا الحسين مثلا، ما تشم ريحة سيدنا الحسين، بتديني نفس الشعور كده، بتديني ريحة اصوات فقدتها وافتقدتها وكده. فانا مش شايف على اي احوال انها مسألة متعبة او حكاية الشرايط الصلب. المهم بنخش تاني على الغنى، على الكرنك. مفيش الحقيقة حاجة تتقال في الدخول غير انه مصر على السلم الخماسي، كل حلم لاحة، كل ده لا عين ساهري، ده خماسي، وتهادى في خيال عابري، خماسي من اول وهفة دي اللي قلنا عليها في اول الحلقة، بنلاقي كمانجات عملت الحركة بتاعتها، بين سكون الخاطري يصل الماضي بيمن الحاضري. واضح طبعا من اول الكلام ان احنا مع حلم، مع رؤية، مع تصور يربط الماضي بالحاضر. يعني الراجل قاعد قدام الكرنك قدام المعبد، و ربط مجازي ما بين ما كان وما هو كائن. يصل الماضي بيمن الحائري بيمن الحاضري. وبنكمل الى ان بنقول طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر. الجملة دي خلوا بالكم بقى من ايه، بصوا بقى، طاف بالدنيا شعاع، شفتوا التقسيمة، هي القراية الاصلية، طاف بالدنيا شعاع، ما فيهاش طاف بالدنيا شعاع من خيالي. ليه بقى المطاط دي؟ عشان خاطر عيون طافة، عشان كلمة طافة، عشان يحدث هذا الطواف. اختار الموسيقار محمد عبد الوهاب ايقاع الفالس هنا، طافة، واحد اتنين تلاتة، بيدو، واحد اتنين تلاتة الى اخره، يعني ثلاث وحدات. سيبنا الاربعة من اربعة واحنا لسه مع مقام الكرد، وفي كل هذه الجملة احنا في الخماسي، طاف بالدنيا شو. هتلاحظوا ملاحظة انه لما بقول خماسي هتلاقوه قريب من الموسيقى السودانية مثلا، لان الموسيقى السودانية مبنية في اساسها على السلم الخماسي. يعني الموسيقى العربية او نقول ايه، هما وموريتانيا وبعض مناطق الخليج
بيستعملوا السلم الخماسي. اشتغلت ألحان كويتي فيها استعمال كتير للسلم الخماسي. فالمهم يعني هنفتكر احنا بيها الموسيقى السودانية، إلى أن بيقول من خيالي حائر ويقف. المزيكا تقول تارارارا، تدينا الحيرة، تدينا التردد ده. يسأل عن سر الليالي، يا له من سرها الباقي ويالي. من أول كلمة لوعته الشادي دي أو حاجة ووهمه الشاعري، من هنا بنخش على بيات النوى. احنا كنا كرد النوى أو كرد الصول، وبقينا بيات الصول. أصدقائي نكمل من البداية لحد ووهمه الشاعري. وتمادى في خيال عابر وهفى بين سكون الخاطر. يصل الماضي، يصل الماضي، يصل الماضي، يصل الماضي بيمن الحاضر. فظيع فظيع الحقيقة، والله حقيقي. برضو كلام خدني مش فاهم، يعني هضطر اكر الباقي يعني بقدر الطاقة بسرعة. بعد كده بنخش على الجزء البياتي اللي قلنا عليه، اللي هو حين ألقى الليل النور وشاح. مصمودي كبير يعني، وان تا 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 تا. كل خبطة دي أول المزورة، برضو أربعة على أربعة رجعنا تاني. إلى أن صحت الدنيا، إحنا ماشيين صحت الدنيا على حلم رطيبي، وهفى المعبد لحن القريبي مرهفا ينسابه في لحن الغيوبي ويباهيه بفن الساحر. من هنا بنخش على الفالس، ده هو بنقفله راست. هو مقام سوزناك الحقيقة، معلش باش نخش قوي في المسائل دي. المهم ده اللي فيها هنا الوادي وكم من ملك. لاحظوا برضو التفعيلات هنا بيتك قوي هو على وكم من ملك صارع الدهر. كل ده بيدي ضغوط تعبيرية، وكم من يعني حصل كتير. بعدين بنخش على ال 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 النكبة بتاعت الأغنية دي، اللي هي بتاعت أين يا أطلال جند الغالبي دي. يا جماعة هو مصور السيكة على مقام الرصد، امر في منتهى الصعوبة تنفيذا. العازفين اللي عملوا ده الشغل ده معاه لازم يكونوا عتاولة، شيء جامد جدا اللي حاصل. شوفوا تصرفاته لما بيرتجل بقى وبيقول
انا هيمان الى اخره. بعدين بنخش على ذلك الطائر اللي اتكلمنا عنها في الاول. هتلاحظوا بقى ايه، المزيكا نطت فجأة بين نهاوند. بالمناسبة شوفوا كم مقام، شوفوا عنقود المقامات شكله كبير قد ايه. كل التقافزات دي والارتام المختلفة دي، هو رتم واحد واربعة من اربعة برضو، لكن اللعب داخل الرتم بيؤدي لتقافز والاحساس فعلا بانه طائر طاير وموجود بيتنطط في الدنيا. في رياض نضر الله سراه، ماشيين في النهاوند علشان بيمهد لنفسه انه يرجع للكرد. وسقى نضر الله سراه، دي دعاء زي ما يقول لك الله يخليك يعني، ودعاء دايما للتذاكر يعني، ما الواحد يفتكر بيته القديم مثلا او بلده او كده، مصر الله يخليها، نوع من الدعاء. بين وسقى من كرم، وسقى من كرم النيل روباها، ومشى الفجر اليها فرأى بين فطواها بين افراح الضياء الغامر. هذه الصوره من الصور اللي يحلو لي اقول عليها صور ذات رنين عالي، يعني صور ان شاء الله ما اتفهمت لكن شكلها حلو. حكالي الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب مره بيسال قبل ما يلحن كليوباترا قصته كليوباترا، بيسال لعلي محمود طه الشاعر بيقول له ايه حكايه اسمر جبهتك الخمره في النور المذابي؟ قال له هي حلوه في ودنك؟ قال له اه. قال له خلاص هي كده، هي حلوه كده، مش مهم تفهم معناها ايه. في بعض الصور ترن اكتر ما تدي معنى، لكن رنتها جميله قوي برغم من انه افراح الضياء الغامري لذيذه وكل حاجه، لكن رنتها احلى من معناها. وعوده اخرى بيرجع تاني لحلم لاحه ويقفل رائعته الكرنك. اصدقائي المستمعين، لضيق الوقت مش قادر اقول اكتر من كده، ونكمل سوا. حين القى الليل للنور وشاح وشد الطل إلى الرمل جراحة، حين ألقى الليل للنور وشاح وشد الطل إلى الرمل جراحة، ترى هل سامع الفجر لواحه بين أنغام النسيب
فتحت الدنيا على صبح غطيب. فتحت الدنيا على صبح غطيب. وهف المعبد للحن القريب. مرهفا أنساب مرهفا أنساب من نبع الغيوب. ويغادي بفن Oh.
وصلت الشمس وهمي صار بي نشوة نشوة تزي بكرم الله
وغنائي ومنامي وهي في حلمي جناح ذلك الطائر مخبوب الجناح يسعد الليل بآيات الصباح ويغني في غدو ورواح بين أغصان وورد في رياض نظر الله سراها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نظر الله سراها وسقى من كرم النيل رباها ومشى الفجر إليها فطواها بين أفراح الضياء